السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هيكون الفيديو طبعا عن فوز المغرب التاريخي على منتخب اسبانيا في دور ال 16 من بطولة كأس العالم. طبعا المنتخب المغربي تأهل بعد ما وصل لضربات الجزاء بعد ما كانت المباراة تعادل سلبي 0-0 في الاشواط الأساسية، الشوط الأول والثاني، وفي الشوط الإضافية اللي هو الثالث والرابع برضو كان 0-0. وطبعا زي ما انتم لاحظتوا كان استحواذ كبير من منتخب اسبانيا، انتوا عارفين الكره الارضيه والتيكي تاكا بتاعتهم، لكن المنتخب المغربي صمد لحد اخر ثانيه في المباراه، وفي ركلات الجزاء الوش الثاني طلع طبعا الوش الحقيقي للمنتخب المغربي في ركلات الترجيح. طبعا الخبره تكسب، طبعا خبره المنتخب المغربي اللعيبه عندهم خبره اكبر من لعيبه اسبانيا في انهاء ركلات الترجيح. فزي ما انتوا شفتوا ياسين بونو هو رجل المباراه، طبعا بالنسبه لي تصديات تاريخية في المباراة وتصديات في ركلات الترجيح، يعني صد أول كرة طبعا انتوا شفتوا طرع الكرة كانت على شماله، فطرع الكرة وجت في القايمة، يعني لو كانت برضو رايحة في الزاوية بونو كان هيصدها، فأول ركلة جزاء جت في القايمة. بعدين طبعا المغرب جابوا أول كرة، وبعدين أسبانيا ضيعوا الثانية، بونو زي ما انتوا شفتوا صد الكرة برضو كانت على شماله، وطبعا المغرب جابوا برضو الكرة الثانية ليهم، وتالت كرة الأسبانية ضاعت برضو من طبعا القائد بوسكيتس ضيعها برضو ياسين بونو، تصدي تاريخي. يعني بونو كان بيروح على الكرة بالظبط، يعني لو هو بص على الكرة أنا حاسس إنه ممكن يبقى ماشي على طريقة إنه بيبص على الكرة، مع إنها دي مستحيلة تحصل، مستحيل أي حارس في يعني في ضربات الجزاء انه يبص على كرة ويطير عليها، لكن بونو هو اسلوبه صح 100% في تصدي ركلات الترجيح. ف يعني صد ثالث ركلة جزاء من منتخب اسبانيا، وطبعا زي ما انتم شفتوا بدر بانون كان ضيع ضرب الجزاء، و يعني كان برضو اشرف حكيمي هو اللي انهى المباراة بكرة بانينكا طبعا، والاحتفال طبعا اللي عمله بعد ما جاب الهدف. ف يعني ما شاء الله المنتخب المغربي الاسود عملتها وغلبت المنتخب الاسباني السابع عالميا، خرجوه من البطوله. ف يعني لسه كده طبعا هيتحدد من مباراه البرتغال وسويسرا الطرف الاخر في المواجهه طبعا اللي هتبقى في ربع النهائي، كده تحدد المنتخب المغربي هو في ربع النهائي. طبعا دي انا شايفها مفاجاه قويه جدا، هي يعني الناس كتير ممكن تقول انها مش يعني مش مفاجاه، لكن على مر التاريخ اول مره اشوف منتخب عربي يعني يمشي بالسيستم ده، يتاهل من دور المجموعات الاول على المجموعه، وطبعا كسب في دور ال 16 على المنتخب الاسباني، فحاجه قويه جدا، ده بيدل على ان منتخب المغرب منتخب قوي جدا ويقدر يوصل للنهائي. طبعا انا شايف بالنسبه لي في توقعي المغرب ممكن تبقى في النهائي بالمستوى ده. طبعا ممكن الكل يقول ان المنتخب المغربي ما استحوذوش على المباراه ولا اي حاجه، لكن الخبره تكسب، خبره المنتخب المغربي اكبر من طبعا كان منتخب اسبانيا، وعندنا سويسرا والبرتغال. انا بالنسبه لي لو البرتغال اتاهلت او سويسرا منتخب المغرب يقدر يعملها ويكسب، يعني منتخب سويسرا الكرة معقولة غير الأسبان كرتهم نقلات كتير واستحواذ كتير. البرتغال أنا شايف برضو لعبهم ما قدموش برضو يعني المستوى المطلوب منهم، فده بيساعد المنتخب المغربي أنه يقدر يحقق خطوات للنهائي. فبالتوفيق للمنتخب المغربي، وألف ألف مبروك للمنتخب المغربي، شرفتوا العرب كلهم، ويعني إن شاء الله من نجاح لنجاح كده، وإن شاء الله أنا بنتظر المنتخب المغربي إنه يكون في النهائي، ده مش حاجة صعبة للمنتخب المغربي، المنتخب المغربي يقدر يعملها وإن شاء الله يعملوها ويوصلوا للنهائي. وده كان فيديو النهاردة طبعا عن فوز المنتخب المغربي المثير على المنتخب الأسباني في دور ال 16 من بطولة كأس العالم، ووصول المنتخب المغربي للدور الربع النهائي في بطولة كأس العالم.
وبانتظار طبعا مباراة البرتغال وسويسرا، اللي هيكسب هيلاعب المنتخب المغربي. فيا رب الفيديو يكون عجبكم، ما تنسوش بقى لايك والشير والسبسكرايب للقناة وتفعلوا زر التنبيهات علشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.